احتجاج راديكالي من أجل المناخ. في إنجلترا قامت سوبرفيت ذات 80 عاما بعرقلة حركة نقل النفط، منتهكة بذلك القانون. في برلين تستخدم شابة 20 وسائل قصوى في احتجاجها. كارلا غوخيل قامت مع رفاقها بتعطيل حركة السير في طريق سريع. يبدو هذا جنوناً، لكن ما نفعله هو أكثر جنوناً. نحن مستمرون في السباق نحو كارثة المناخ دون رؤية مستقبلية. نحن ندق ناقوس الخطر، والبعض مرغم على فعل ذلك. جيلان مختلفان ضد تغير المناخ، يخشى كلاهما أن تصرف الحرب ضد أوكرانيا الأنظار عن خطر الاحتباس الحراري. وربما يكون ذلك أحد أيامها الأخيرة تحت سماء الحرية، فمرة أخرى خرقت سوبرفيت القانون بتعطيل المرور في طريق سريع. واليوم تبدأ محاكمة القصة المتقاعدة البالغة من العمر 80 عاما، لقاء مع نشطاء آخرين من مجموعتها، وجميعهم مهددون بأحكام تصل إلى السجن لمدة 2. إذا أخفقت الحكومة في القيام بواجبها في حمايتنا، فيجب على كل من يريد أن يعيش بضمير الذهاب إلى السجن. لا يمكنني تغيير حكومتي، لكن يمكنني اختيار عدم التواطؤ معها. سوبرفيت تعتبر نفسها ضمن التقليد السلمي للعصيان المدني، وترى أنها على حق. يجب علينا تحمل المسؤولية أمام المحكمة، مع أنه يفترض أن تكون الحكومة في قفص الاتهام بسبب إخفاقها. يتعين علينا كشف ذلك. لسنا نحن المذنبين، بل الحكومة هي المذنبة. في برلين توشك كارلا على انتهاك القوانين، وهي تريد رفقة مجموعتها إغلاق مدخل للطريق السريع. يطلقون على أنفسهم الجيل الأخير من أجل إيقاف تغير المناخ. إذا كان الوضع جيد فيمكننا تجاوز السيارات الواقفة، لكن الوضع خطير. يجب على الناشطين الانتظار حتى تتوقف حركة المرور. قطع الطريق يثير غضب الركاب وسائقي السيارات. ما هي مشكلاتكم؟ كان بودي أن أكون جالسة في غرفتي أو في الجامعة، وليس في هذا المكان، لكن التواجد فيه خطوة صحيحة. هذا سيغير الوضع قليلاً ويحدث بعض التغيير، وهو ما نحتاج إليه. توفير في كل المجالات، ولتحقيق ذلك فإن صنع قانون أكل وإنقاذ هو خطوة أولى. أعطانا أعضاء المجموعة فيديو صوروه بأنفسهم ويظهر ما يقصدونه بذلك. أثناء الليل اقتحموا محل سوبر ماركت وأخذوا مواد غذائية كانت ضمن القمامة، وهم يعتقدون أنها صالحة للأكل. من وجهة نظر هؤلاء النشطاء، فهذا إهدار مسؤول جزئياً عن الاحتباس الحراري ويجب أن يتوقف، لكن بدلاً من ذلك يتم حظر مثل هذه الأنشطة في ألمانيا. أتفهم أن الناس يقولون إن ما نفعله راديكالي ومتشدد، لكن الأكثر تطرفاً هو إفراغ شاحنة محملة بالطعام في القمامة في كل دقيقة. وأرى أيضاً أنه عندما تكون مطالبنا واضحة وعندما يفكر الناس بالمخاطر التي تهددنا، فلن يبقى هناك أي انتقاد لمطلبنا. وجبة العشاء مع الرفاق. كارلا ابنة 20 عاما انقطعت عن دراستها في علم النفس بسبب نشاطها. في البداية لم يكن والداها متحمسين لذلك، لكنهما الآن يدعمانها. الحقائق هي أن المواد الغذائية المتوفرة في العالم ستتراجع بمقدار الثلث بحلول عام 2045، وذلك بسبب تلف الكثير من المحاصيل جراء الجفاف، وهذا يسبب كوارث الجوع هنا في ألمانيا أيضا. سيكون على المليارات من الناس مغادرة منازلهم وأراضيهم.
نظرة متشائمة ومخيفة يتقاسمها كل من حول الطاولة. القلق على مستقبل الكوكب هو ما يحرك سوبرفيت في جنوب إنجلترا. نادراً ما تغادر السيدة البالغة من العمر 80 عاماً منزلها وحديقتها المحبوبة، لأنها تجد صعوبة في المشي. نحن لا نفعل ذلك لأن ذلك يفرحنا أو لأننا أنانيون، بل نشعر بأننا مجبورون على التحرك. نريد أن يكون لأطفالنا وأحفادنا مستقبل، وهذا هو سبب قيامنا بذلك. فالآن ليس لهم مستقبل. منذ بضع سنوات بعد وفاة زوجها، انضمت القسة المتقاعدة إلى المقاومة الراديكالية من أجل المناخ. لكن لو كان زوجها على قيد الحياة ما فعلت ذلك كما تقول، غير أن سو ترى أنها شخصياً وجيلها يتحملان مسؤولية خاصة. لا أستطيع تفهم سبب عدم قيام مزيد من المسنين بأشياء كهذه، بدلاً من الحياكة أو مداعبة قطتهم. يفترض أن يخرج الجميع ويشارك في قطع الطرق السريعة. في منتصف الليل تبدأ أحداث عمل احتجاجي لسو ومجموعتها التي تسمي نفسها أوقف النفط. إنهم يحتلون محطة نفطية لمنع تسليم النفط إلى محطات الوقود. سو كانت هناك منذ البداية. نحن نطلب من الحكومة البريطانية التوقف عن استخراج وقود أحفوري جديد أو فحم أو غاز. لا تستطيع شاحنات الصهاريج العبور. تحاول لاورا رفيقة سو إقناع السائقين بتفهم هدف الاحتجاج، لكن دون جدوى. إذا كان بالإمكان تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها بشكل سريع، فسيكون بوسعنا الاستغناء عن الوقود الروسي فوراً. تعتقد سو ورفاقها أن الحرب في أوكرانيا توضح بشكل أكبر مدى ضرورة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، رافضة حجج الحكومة البريطانية بضرورة تطوير حقول نفط جديدة في بحر الشمال بسبب الحرب. فكرة تطوير مصادر جديدة للنفط والغاز لنكون مكتفين ذاتياً غير مقبولة. نحن نريد بالطبع الاكتفاء ذاتياً، ولكن من خلال الطاقة المتجددة. تواصل ابنة 80 عاماً إيقاف ناقلة النفط ساعة بساعة لوقت طويل وهي تصلي وتستعد ذهنياً لهذه اللحظة. الثقة المتبادلة بين أفراد المجموعة مهمة للغاية، الجميع يعتمد على بعضهم بعضاً. لدي كرسي تخييم أحمله معي دوماً، لا يمكنني الوقوف لفترة طويلة، لكن هذا غير مهم. علينا فعل ما يجب فعله مهما كان هذا صعباً. في نفس اليوم تم إغلاق ما مجموعه 10 منشآت نفطية في جميع أنحاء بريطانيا. مجموعة سو موجودة بالقرب من لندن، حيث تعطيل حركة المرور على أشده، وهذا ما يغضب سائقي الصهاريج بشكل خاص. نسعى لكسب قوتنا. إذا لم تتمكن الشاحنات من العبور، فمن سيساعد السائقين؟ على الشرطة سحبهم جميعاً بسرعة والسماح للشاحنات بالمرور. أعطوهم بعض الشاي، يبدو أنهم يشعرون ببرد شديد.
استغرق الأمر 12 ساعة حتى فتحت الشرطة الطريق أخيراً. لقد تم القبض على سو إذ يتعين عليها قضاء ليلتها في زنزانة الشرطة وحيدة. في برلين ألصقت مجموعة كارلا نفسها بالشارع. إنهم يريدون تصعيب عمل شرطة المرور لأطول فترة ممكنة. على الشرطة توخي الحذر الشديد عند إزالة الصمغ كي لا تؤذي الشباب. هذا أمر يضايق الناس ويزعج السياسيين بشكل خاص، وكل من يطالب باستمرار سير الأمور على نفس المنوال. نستطيع الضغط على حكومتنا حتى نحمي في النهاية لقمة عيشنا وحياتنا. انتهت الحملة ضد هدر الطعام في برلين بسرعة نسبيا، وقد تم القبض على كارلا والآخرين بعد أكثر من ساعة تقريبا ليقضوا ساعات في حجز الشرطة. إنه يوم محاكمة سو باكفيت في لندن، وهي تحمل حقيبتها معها، فربما سيكون عليها الانتقال من المحكمة إلى السجن مباشرة. ما إذا كنت مذنبة؟ قد أكون كذلك، ولكن ليس فيما يقول الادعاء. علينا التواجد في الأماكن التي يلاحظها الناس، وللأسف إزعاجهم قليلاً أيضاً. على الحكومة أن تلاحظنا، فحال الأرض سيسوء للغاية، لدرجة أن الحكومة لن يكون بوسعها مساعدتنا. من الأفضل أن يلاحظونا الآن بدلاً من الانتظار حتى فوات الأوان. الحكم مذنبة وسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، لكن سو باكفيت لا تدع شيئاً يخيفها حتى ولو انتهى بها الأمر في السجن يوماً ما.